الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه خاتم الأنبياء، خاتم بالفتح وبالكسر كلها صحيحة، ولكن التعبير القرآني بفتح التاء. يعتقد أهل السنة، يعتقد المسلمون جميعا أن النبوة والرسالة قد ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون نبي بعده أبدا، فهو خاتم الأنبياء وآخر المرسلين على الإطلاق، وهذا مجمع عليه إجماعا قطعيا، وصار العلم به مما يعلم من الدين بالضرورة. فمن زعم أنه نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كافر مرتد، يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. وقد كثرت دعاوى النبوة بعده، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه سيكون بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله، وإنك إذا قلبت صفحات التاريخ الإسلامي لوجدت أن من ادعى النبوة أكثر من 30، فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30؟ إذا أورد عليك أحد هذا الإيراد فقل له إننا نقر بأن دعاوى النبوة قد كثرت، ولكن الحديث لا يقصد أي كل دعوة للنبوة، وإنما الحديث يقصد تلك الدعوات التي عمت بها البلوى وعظمت بها الفتن وتطايرت بها الأفئدة، مثل دعوى المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة، فقد تابعه خلق كثير. فإذا لا يقصد الحديث كل دعوة للنبوة، وإنما لا يقصد إلا تلك الدعوات التي تعم بها الفتنة، كدعوة النبوة لسجاح في اليمن ومسيلمة. ونحن معاشر المسلمين نعتقد أنه ليس ثمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ووجه الدلالة منها واضحة، إن الله عز وجل صرح أن هذا الرسول الأمي المسمى بمحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، فلا رسول ولا نبي بعده، ودلالتها قاطعة في بيان هذا المعنى. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه الآية يمن الله عز وجل فيها على عباده المؤمنين بأنه قد أكمل لهم دينهم في عقائده وشرائعه دون نقصان، فلا حاجة في هذه الأمة إلى بعثة نبي جديد، لأن الله عز وجل أكمل لنا ديننا.
فليس فينا حاجة إلى نبي جديد، طالما أن الدين قد اكتمل فلا زيادة عليه ولا نقصان، فلا نحتاج إلى دين غير هذا الدين الكامل، ولا نحتاج إلى تكميل أحد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية تدل على أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأمم كانت تحتاج إلى بعثة نبي، لأن النبي الذي قبل هذا النبي إنما كان يبعث إلى أمته خاصة، فتبقى الأمم الأخرى تحتاج إلى نبي جديد. ولكننا معاشر المسلمين ندين الله عز وجل بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، ليست رسالة خاصة للعرب ولا لقريش، بل هي رسالة يلزم جميع الثقلين الإقرار بها، الإنس والجن. فبما أن رسالته قد طبقت عموم الناس من بعده، فلا حاجة للناس بعد ذلك إلى بعثة نبي جديد، لأن جميع الأمم التي تأتي بعده تلزم بالإقرار بنبوته واتباع شريعته، فلا حاجة للناس بعد بعثته لهم إلى بعثة نبي آخر. فأنتم تعرفون أن نوحًا إنما بعث إلى قومه، وكذلك هود إنما بعث إلى قومه، وكذلك صالح إنما بعث إلى قومه عليهم الصلاة والسلام، فتبقى الأمم الأخرى التي تأتي بعدهم بحاجة إلى نبي آخر، وهذا ليس في هذه الأمة. فجميع الناس من بعد بعثته إلى قيام الساعة كلهم ملزمون على اختلاف أجناسهم وتباين طبقاتهم وتنوع بلادهم وأعراقهم وأنسابهم وأشكالهم ولغاتهم، كلهم ملزمون بالإقرار بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما من السنة فقد تعددت الأحاديث في الحقيقة، ولعلي أذكر لكم منها جملا كثيرة جدا تبين هذه القضية الخطيرة التي صارت من أعظم عقائد المسلمين. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فقوله لا نبي هذا نكرة في سياق النفي، لأن قوله نبي هذا نكرة، وقوله لا هذا نفي. والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فمن جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله عز وجل بها ختم النبيين به. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثالا يوضح فيه أن بعثته هي خاتمة الرسالات، قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا بناء حسنا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية في زواياها
يعني في زوايا هذا البناء، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويتعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فبناء النبوة قد اكتمل، فكل من زعم أنه نبي فإنه كاذب دجال. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وفي الحديث كذلك عن المطعم بن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين جملا من أسمائه: أنا محمد وأنا أحمد، إلى أن قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فقوله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في تخليفه في قومه لما ذهب موسى إلى ميقات ربه. هذا هو فهم كافة المسلمين والسلف الصالح، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه قال لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلب علي بن أبي طالب في هذه الخلافة، وليس المقصود بها الخلافة العامة، وإنما المقصود بها مطلق الخلافة لا الخلافة المطلقة، يعني الخلافة في النساء والصبيان. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى لما ذهب إلى ميقات ربه في أمر الخلافة فقط. وهذا الحديث قد طار به الرافضة لعنهم الله مطارا عظيما، فمنهم من يزعم أن هذا فيه إثبات النبوة لعلي بن أبي طالب لأن هارون نبي، ومنهم من يزعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد بينت لكم بأن المقصود إنما هو استخلاف مؤقت لا الاستخلاف المطلق. والشاهد من هذا في موضوعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وفي الحديث عن أبي الطفيل، مو بلازم تكتبوا الأحاديث كلها، وفي الحديث عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبوة بعدي إلا المبشرات.
قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، أو قال: الرؤيا الحسنة. وأنتم تعرفون أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. فكما أنه لا أمة بعد هذه الأمة، فكذلك أيضا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. فإن قلت: وما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آخر المساجد؟ الجواب: المقصود بذلك أي آخر المساجد التي ورد تحديد موضعها بالنص مما تشد الرحال إليه، فإن أول مسجد وضع في هذه الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، وآخر المساجد وضعا من قبل الله تبارك وتعالى في تحديد موضعه بعينه هو المسجد النبوي. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المساجد وضع، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: ثم أي؟ قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وقبل أن نواصل سرد الأحاديث المتعلقة بموضوعنا، في حديث أبي ذر هذا مشكلة، وهي أنه يصرح أن بين وضع المسجد الحرام ووضع المسجد الأقصى إنما هو 40 سنة. ومن المعلوم أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، وبينهما أعداد عظيمة وهائلة من السنين، فكيف الجمع بين هذا؟ الجواب: قالوا: ما في إشكال ولله الحمد والمنة. والجمع بينهما من جوابين، ويكفينا منهما جواب واحد من باب الاختصار، وهو أن الحديث لا يتكلم عن البناء وإنما يتكلم عن الوضع والتحديد. فأبو ذر إنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع، ولم يقل عن أول مسجد بني. فالله عز وجل وضع المسجد الحرام، أي حدد موضعه واختاره، ثم بعد 40 سنة وضع المسجد الأقصى، بمعنى اختاره وحدد موضعه، وتأخر البناء إلى وقت إبراهيم وإلى وقت من؟ سليمان عليهم الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من قال بأننا لا نسلم أن أول من بنى مسجد بيت المقدس هو سليمان، بل بناه الأنبياء قبله بهذه المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجدين، وإنما كانت وظيفة نبي الله سليمان هو تجديد البناء وليس تأسيسه، وفرق بين التأسيس والتجديد. فسليمان عليه الصلاة والسلام إنما جدد ولم يؤسس، وكلا الجوابين صحيح، ولكن الأقرب الجواب الأول. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم
وفي الحديث كذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لو كان بعدي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. فهذا دليل على أنه لا نبوة بعده، ولو كان أحد سيبعث بعده نبيا لكان أحق الناس بها عمر رضي الله عنه. وفي الحديث كذلك عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المسلمين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وآخر حديث عندنا حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله، أي وصفا لسما، إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وذلك لأننا معاشر أهل السنة نعلم أن الله قد قدر ما سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ، فنبوته ليست شيئا مبتدأ، بل هي أمر مقضي ومقدر. وآدم لمنجدل في طينته، أي لم يكتمل خلقه بعد. فأنت ترى أن هذه النصوص متواترة في إثبات هذه القضية العظمى والعقيدة الكبرى في أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق المسلمون جميعا على إثبات هذا، صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن الإجماع القطعي المنقول بالتواتر، والذي لا ينكره إلا جاحد أو كافر، لا ينكره إلا كافر. وقد أبى بعض الناس أن يقر بهذه العقيدة، وزعم أن باب النبوة لم يغلق بعد، وأوردوا جملا كثيرة من الشبهات من القرآن ومن السنة، يجعلونها دليلا لهم على أن باب النبوة لم يغلق بعد، وأنه يتصور أن يوجد في هذه الأمة نبي. ويجمع هذه الأدلة التي ذكروها أنه من باب الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، فجميع الفهوم التي يفهمونها من هذه النصوص التي سأذكر لكم طرفا منها مع الإجابة عنها إن شاء الله، كلها من باب الفهم، كلها من باب ترجيح المحتمل على الصريح، ومن باب اتباع المتشابه وترك المحكم. وهذه طبيعة أهل الزيغ. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من هذه الشبه أن الأدلة دلت على أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان، كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
ولا يقبل إلا الإسلام. والأحاديث في هذا المعنى متعددة. ومن المعلوم بالإجماع أن عيسى بن مريم من جملة من؟ من جملة الأنبياء، فهذا نبي سينزل في آخر الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون بأنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: إننا نؤمن إيمانا جازما بأن عيسى سينزل في آخر الزمان كما أخبرت به الأدلة الصحيحة الصريحة، ولكننا نجزم ونعتقد أنه لا ينزل لا برسالة جديدة ولا ببعثة جديدة، ولا ينزل على أنه نبي جديد، بل ينزل على أنه من جملة مجددي هذه الأمة، ومن جملة الحاكمين والمحكمين لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس نزوله على وجه النبوة الجديدة المستأنفة، وإنما نزوله على وجه التجديد، فينزل على أنه مجدد، ونزوله من جملة فضائل هذه الأمة التي فتحت بخير الأنبياء واختتمت بأفضل المجددين، التي افتتحت بأفضل الأنبياء وخيرهم وأفضل المجددين لدينها، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: وكيف تقول بأنه لا يغير الشرع ولا يحكم بشريعة جديدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضع الجزية، والمقصود أنه لا يقبل الجزية. ومن المعلوم أن تشريع أخذ الجزية من أهل الكتاب هو من شريعة الله عز وجل، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من باب التجديد، فلماذا يضع شيئا من أمور الشرع المقررة بالكتاب والسنة؟ الجواب: إن وضع الجزية بعد نزوله من جملة الشرع، بمعنى أن العمل بتشريع الجزية إنما يكون ثابتا قبل نزول عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم فمن الشرع عدم قبول الجزية بعدئذ. فإن قلت: وكيف تقول هذا؟ فأقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيضع الجزية، وأقر هذا الوضع ولم ينكره، وإقراره دليل الجواز ودليل الرضا ودليل القبول. فلو أن كان وضع عيسى للجزية أمر ممنوع لنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إذا رأيتم عيسى يضع الجزية فخالفوه ولا تقبلوا كلامه. فالجزية من شريعتنا إلى أن تقوم الساعة، ولكنه لم ينبه، بل أخبر إخبار المقر الراضي بهذا الخبر. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، حجة على الجواز. ولا أدل على ما ذكرته سابقا من أن عيسى سينزل على أنه مجدد أن الحديث، أن الأدلة دلت أنه بعد نزوله تقام الصلاة، فيريد أهل ذلك الزمان من نبي الله عيسى أن يتقدم، ولكنه يرفض أن يتقدم ويقول: أنتم أئمة لبعض.
فلو كان نزوله على وجه النبوة لما جاز أن يتقدمه أحد. فإذا لا حجة في هذا النص على مبتغى من أراد أن يستدل به على فتح باب النبوة وعدم انغلاقه. الشبهة الثانية، قالوا نحن سلمنا لكم بأن باب النبوة قد انغلق في قول النبي في قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله عز وجل إنما أثبت أن باب النبوة قد ختم وانغلق، فمن ادعى أنه نبي بعد ذلك فإنه مخالف لنص هذه الآية. ولكن الأدلة لم تدل على أن باب الرسالة قد انغلق، فمن ادعى أنه رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام فإن ذلك محتمل أن يكون صادقا، لأن الذي أخبرت به الأدلة إنما هو انغلاق باب النبوة لا باب الرسالة. وهذه هرطقة من حمار لا يدري ما يقول، لأن المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله أن النبوة درجة تسبق الرسالة، فلا يمكن أبداً أن يكون الإنسان رسولاً إلا بعد أن يرقى درجة النبوة، فيكون نبي أولاً ثم يكون رسولاً ثانياً. فإذا ختم باب النبوة فإن باب الرسالة يعتبر مختوماً من باب أولى. فنوح قبل أن يكون رسولاً كان نبياً، وهود وصالح ولوط وإبراهيم وجميع الرسل قبل أن يكونوا رسلاً كانوا أنبياء قبل ذلك فترة من الزمان ثم أرسلوا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً على هذا المنوال، فقد بدأ بالنبوة ثم عقب بالرسالة. فإذا ختم باب النبوة فإن باب الرسالة يعتبر منغلقا من باب أولى، لأن المتقرر عند العلماء أن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا. وقريب من هذا الإسلام والإيمان، فإن الإنسان لا يمكن أن يقفز إلى درجة الإيمان إلا بعد أن يرقى درجة الإسلام، فكل مؤمن فهو مسلم. ولا يمكن أبداً أن نجد رجلاً يوصف بأنه مؤمن ولا يعتبر مسلماً قبل ذلك. فإذا ختم باب النبوة فباب الرسالة يعتبر عند العقلاء منختماً من باب أولى، فلا حجة لهم في هذه الآية على ذلك. ولأنهم فهموا من قوله عز وجل وخاتم النبيين فهماً مخالفاً لفهم السلف الصالح بل وفهم عامة المسلمين، فإن المسلمين عن بكرة أبيهم يفهمون من قوله وخاتم النبيين أن باب الرسالة والنبوة جميعاً قد انغلق، وهؤلاء يفهمون فهماً مخالفاً لذلك. والمتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل. ولأن في الأحاديث التي تلوتها عليكم حديث يجمع بين انغلاق البابين جميعاً، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة
قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي، وهو حديث سنده جيد. وبالمناسبة فكل الأحاديث التي ذكرتها لكم كلها أحاديث صحيحة، أقصد أنها بلغت درجة الاحتجاج، فبعضها صحيح وبعضها حسن. فإذا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. والسنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتعبر عنه وتدل عليه، فلئن سلمنا أن هناك ولو مجرد احتمال في ختم باب النبوة وبقاء باب الرسالة كما يتفوه به هؤلاء الكفرة لكان هذا الحديث قاطعا لهذا الاحتمال ومخرجا له عن دائرة أذهان العقلاء. الشبهة الثالثة: قالوا إن الله عز وجل قال: وخاتم النبيين، فقوله خاتم هذا مضاف، وقوله النبيين مضاف إليه، وأنت إذا رأيت المضاف إليه وجدتهم عقلاء، فالنبيون عقلاء، أليس كذلك؟ فأضاف الخاتم إلى العقلاء، إلى جماعة العقلاء. فقال هؤلاء الفلاسفة: ولفظة خاتم إذا أضيفت إلى جماعة العقلاء فيقصد بها أفضل، لا يقصد بها آخر. فقول الله عز وجل وخاتم النبيين أي أفضل النبيين، فهي شهادة من الله أنه أفضلهم فقط. وهذا فهم لا يعرف عن أحد من المسلمين مطلقا، بل هو خلاف ما أجمع عليه العلماء، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن كلمة خاتم هنا في الآية يقصد بها عاقبة الشيء وخاتمته وآخره ونهايته، فما يفهمه هؤلاء الحمقى من هذه الآية إنما هو فهم مخالف لما عليه العلماء، وكل فهم يخالف فهم العلماء في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. ولم تقتصر المخالفة على العلماء فقط، بل إنه خلاف اللغة أصلا، فقد نص أئمة اللغة في مواضع متعددة على أن خاتم الشيء نهايته وآخره. قال ابن منظور الإفريقي رحمه الله تعالى في لسان العرب: خاتم كل شيء وخاتمته أي عاقبته وآخره. وقال الفيروز أبادي في القاموس: الخاتم من كل شيء عاقبته وآخره كخاتمة آخر القوم. وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر، ومنه قيل ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره. فقول الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن يقول ختمته، بمعنى وصلت آخره وانتهيت منه. وقال ابن فارس رحمه الله في مادة ختمة: وهو بلوغ آخر الشيء، والنبي خاتم الأنبياء لأنه آخرهم. فإذا ما يفهمه هؤلاء الحمقى والسذج
إنما هو فهم مخالف لفهم العرب ومخالف لفهم العلماء. وأنتم تعرفون أن الأدلة نزلت باللسان العربي المبين، فكان يجب حملها على ما هو متقرر في هذا اللسان العربي، فلا حجة لهم في هذا الفهم. فالمعنى الحق الذي لا يجوز القول بغيره مطلقا في قوله تعالى وخاتم النبيين، أي عاقبتهم ونهايتهم وآخرهم، هذا هو الفهم الذي اتفق عليه علماء العربية وعلماء الشريعة. ومن جملة شبههم أيضا في قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن قلت وكيف يستدل بها هؤلاء، فأقول إن فهم استدلالهم يحتاج إلى أن تضع القلم. قال هؤلاء، الله عز وجل يقول فأولئك مع، وهم يفهمون كلمة مع بأنها من، فمن يطع الله عز وجل طاعة تبلغ طاعة الأنبياء فهو من الأنبياء، ومن يطع الله عز وجل طاعة تبلغ درجة الصديقين فهو من الصديقين، ومن يطع الله طاعة تبلغ به درجة الشهداء فهو من الشهداء، ومن يطع الله طاعة تبلغ به درجة الصالحين فهو مع، فهو من الصالحين. أما من عبد الله عز وجل، انتبه، عبادة تبلغه إلى درجة الصديقين فهو من الصديقين، نحن نسلم بذلك، يعني أنه يصحب الصديقين يوم القيامة ويكون في رتبتهم ومنزلتهم. لكن هؤلاء لا يريدون هذا المعنى، يقصدون أنه سيكون من جملة الأنبياء. فإذا اجتهد الإنسان في طاعة تقرب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قام الليل قياما لا يفتر منه وأكثر من الصوم والدعوة إلى الله حتى بلغت به طاعته وعبادته درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون من الأنبياء. فإذا يحتمل أنه بطاعته يبلغ إيش؟ رتبة النبي، فيكون نبيا. لا يقصدون أنه سيحشر معه يوم القيامة، لا، نحن كلنا نؤمن بأن الحشر معه مطلب شرعي. ولذلك ربيعة بن كعب الأسلمي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال أسألك إيش؟ مرافقتك في الجنة، فهناك من المؤمنين من بلغت بهم عباداتهم مرافقة الأنبياء في الجنة، لكن لا يمكن أبدا أن يترقى الإنسان بمجرد عبادته أن يكون ماذا؟ أن يكون نبيا من الأنبياء. فهذا فهم غريب في الآية في الحقيقة. وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بعدة أجوبة، أختصرها لكم في جوابين. الجواب الأول أنه ليس في لغة العرب التي أنزل الله عز وجل القرآن بها أن مع تأتي بمعنى من، وإنما مع في لغة القرآن ولغة العرب وفهم السلف أنها مطلق المصاحبة، رأيت فلانا مع فلان يعني رأيته مصاحبا له، فهي لمطلق المصاحبة فقط. فقوله مع النبيين أي يصاحب النبيين، قوله مع الصديقين
أن يصاحب الصديقين، أن يرقى إلى مرتبتهم يوم القيامة. وقد كان بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر معه، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معه. ولما جاءه رجل يرفع صوته ويقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: أنت مع من أحببت. وقد كان بعض الصحابة يقول: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون معه يوم القيامة. فإذا مع إنما تفيد مطلق المرافقة والمصاحبة فقط، لا أن يشاركه في نبوته. من قال لك هذا؟ فإذا مع لا تأتي في لغة العرب التي أنزل الله القرآن بها بمعنى من مطلقا، فما يفهمه هؤلاء ليس بصحيح، فهو مخالف لفهم العرب، مخالف للغة العرب، ومخالف لفهم السلف. وهناك جواب آخر، وهو أن من هم أعظم منا عبادة وقربة وطاعة ومرافقة له في حياته، وهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لم يدعي أحد منهم النبوة جريا مع هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء من تلك الآية. فلم يدعيها أبو بكر مع عظم منزلته عند الله وعند نبيه وعند عباد الله المؤمنين، ولم يدعيها عمر. فإذن كل هذا يدل على أن هؤلاء السلف الصالح لم يكونوا يفهمون أنهم متى ما بلغوا درجة النبي في العبادة أنهم سيكونون أنبياء معه، بل كانوا فقط يتنافسون على كثرة العبادة التي تجعلهم أو تؤهلهم إلى رحمة الله، فتوصلهم رحمة الله وفضله إلى من؟ إلى أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أفهمتم هذا؟ فإذا لا تدل الآية على ما يقصده هؤلاء لا في صدر ولا ورد. الشبهة التي بعدها، ولا أدري عن ترتيبها، شبهة الخامسة، يقول الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الآية ومثلها أيضا قول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء المدعون بأن باب النبوة لم ينغلق بعد يستدلون بهاتين الآيتين على إمكان بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وما وجه الدلالة منها؟ أقول: وجه الدلالة منها لفظ يأتينكم ولفظ يصطفي، فهما فعلان مضارعان، أليس كذلك؟ والفعل المضارع يعبر عن الحال الحاضرة وعن المستقبل. فهم يفهمون من قوله يأتينكم أن هذا الإتيان سيتعاقب في السابق وسيتعاقب في اللاحق، ولا يمكن أن ينقطع هذا الإتيان ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل مضارع والفعل المضارع يتجدد. وكذلك يصطفي، فهي فعل مضارع، فلا يزال هذا الاصطفاء جار من الله عز وجل ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قالوا وكذا فهموا، ولبئس هذا القول، وتبا لهذا الفهم. وقد أجاب أهل العلم رحمهم الله عز وجل عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن قوله يأتينكم يصطفي إنما يقصد بها الله عز وجل
الأمم التي قبلنا والتي كثر الأنبياء فيها. فالله ذلك لأن الخطاب لبني آدم، أليس كذلك؟ الجواب لا. ولا يزال الله عز وجل مذ بعث آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء يتعاقبون ويصطفون، فيأتي النبي بعد النبي إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الآيتان لا تتكلم عما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وإنما تتكلم عما، أجيبوا يا إخوان معي، عما قبل بعثته فقط. وهذا جواب واضح وصريح. ويوضحه الجواب الثاني، سلمنا أن يأتينكم ويصطفي تفيد التجدد، لكنها تبقى مطلقة، أليس كذلك؟ والأدلة من الكتاب والسنة الناصة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كفيلة بأن تقيد هذا المطلق، فلا إتيان ولا اصطفاء بعد إيش؟ بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هي مطلقة في الأمم التي قبلنا، مقيدة في بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، من باب العمل بالأدلة كلها. هذا مع التسليم، هذا مع التسليم. فإن تلك الأدلة التي تلوتها عليكم تقيد هذا الإطلاق في الإتيان والاصطفاء ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فينقطع الإتيان وينقطع الاصطفاء. والمتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على المقيد. وأجابوا أيضا بجواب ثالث، وهي أننا لا نسلم أن الفعل المضارع يدل على التجدد دائما، بل لا بد أن ينظر فيه إلى السياق والقرائن. فتارة يدل الفعل المضارع على التجدد لوجود القرائن الدالة على إفادة ذلك، وتارة لا يدل الفعل المضارع على التجدد ولا يدل على المستقبل أصلا. إذن لا بد من النظر في القرائن التي تصاحب الفعل المضارع، فإن كانت قرائن تفيد وجوده في المستقبل، ها أجيبوا يا أخوان، فنحن نحمله على هذه القرائن أو على دلالة هذه القرائن. ولذلك نجد آيات كثيرة جاءت بصيغة المضارعة مع أنه لا يراد بها المستقبل، وإنما يراد بها حكاية الزمن الماضي، كقول الله عز وجل عن اليهود: فلم تقتلون أنبياء الله، فلم تقتلون أنبياء الله. وقتلهم هل كان بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإنما هو يتكلم بالفعل المضارع عن حالة ماضية. فكذلك يأتينكم ويصطفي، وإن كان فعلا مضارعا لكنه يتكلم عن حالة ماضية، لأن القرائن تدل على ذلك. وكذلك قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا الاتباع وهذه التلاوة هل حصلت في الزمن المستقبل؟ الجواب لا، وإنما هي حالة ماضية. فالله يتكلم بالفعل المضارع عن حالة ماضية. فإذا القول الحق أن الفعل المضارع لا يدل على المستقبل دائما، إلا إذا أفادت القرائن أنه يفيد الاستقبال، لأن العرب واستعمال القرآن جرت على التكلم عن الحالة الماضية بالفعل المضارع، بالفعل المضارع. وهل دلت القرائن في قول الله عز وجل يأتينكم وقوله تبارك وتعالى يصطفي، هل دلت القرائن على أن هذين الفعلين المضارعين يفيدان الاستقبال؟ الجواب لا، بل دلت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة الصحيحة على انقطاعهما، على انقطاع مقتضاهما. ف
فبعد محمد صلى الله عليه وسلم لن يأتينا نبي ولن يصطفي الله عز وجل ولن يصطفي الله ولن يصطفي الله عز وجل ولن يصطفي الله تبارك وتعالى بعده نبي أو رسول نبيا أو رسولا. ومن شبههم أيضا استدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات إيش؟ يلقي الروح من أمره، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فقوله يلقي هذا فعل مضارع، وقد تقرر أن الفعل المضارع يفيد الحال الحاضرة والمستقبل، فزعموا أن النبوة باقية لأن صيغة يلقي تدل على الاستمرار، ونجيب عنها بنفس الجواب الأول وهو تقييدها بآية ختم النبوة، وكذلك نقول أن الفعل المضارع قد يأتي في القرآن ويراد به الماضي الماضي. ومن شبههم ولعله آخرها، ما أدري كم رقمها عندكم، نعم. ومن شبههم كذلك في قول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فقالوا المقصود بقول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمعوا يا إخواني ماذا قالوا بعد ذلك. قالوا وأما قوله ويتلوه شاهد منه فالمقصود به النبي الذي سيكون بعده، فعندنا رجل على بينة من ربه وعندنا رجل شاهد على هذا النبي، فأما الذي على بينة من ربه في الآية فالمقصود به النبي المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي يتلوه أي يعقبه شاهد منه أي نبي آخر سيبعثه الله عز وجل في هذه الأمة يصدق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فزعموا أن الشاهد يقصد به نبي آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم يشهد له بالرسالة، كذا فهم هؤلاء الحمقى. والجواب عن ذلك أنه لا دليل أبدا على أن الشاهد هنا يقصد به نبي جديد، وإن سلمنا وجود احتمال ثار في أذهانهم فإن هذا الاحتمال ينقطع بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة والتي تقطع دابر النبوة ماذا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت وما المقصود بالشاهد هنا، فأقول تفاسير السلف تدور على أن الشاهد هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي وغير واحد من أهل السنة والجماعة. تفاسير السلف تدور على أنه جبريل، وهناك من السلف من فسر الشاهد هنا بنفس محمد صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد على أمته، وقد قال بذلك علي بن أبي طالب والحسن وقتادة. فإذا السلف تدور تفاسيرهم في قوله الشاهد على تفسيرين، على أنه جبريل وعلى أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وكلا التفسيرين صحيح، لكن لا نعلم أن سلفيا قال بأن الشاهد يقصد به نبي آخر يأتي بعد محمد عليه
الصلاة والسلام، فهذا لا يعرف أبدا في كلام العلماء، بل لا يعرف في كلام المسلمين، وهذه أهم شبههم، وأنا اخترتها لأنها من القرآن والسنة. وبقي عندهم شبه عقلية وخيالات شيطانية وزخارف إبليسية، أعرضت عن ذكرها لأن بطلانها كاف في بيان زيفها. فأصبحت هذه الطائفة ضحكة يضحك منها العقلاء بهذه الفهوم والاستدلالات. فإذا يجمعوا شبههم جميعا أنها اتباع للمتشابه وترك المحكم، واتباع للمحتمل وترك الصريح، ليس كذلك؟ ويجمعها كذلك أنهم فهموا من النصوص الصحيحة الصريحة فهوما تخالف فهوم أهل السنة والجماعة بل المسلمين، وكل ذلك مبني على الباطل، والمتقرر أن ما بني على الباطل فهو باطل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.